اللي باين عندكم ده هو الانرجيتك سات التفاعلات اللي بتحصل في جلايكولوسيس. فاول خطوه ثالث خطوه والخطوه الاخيره ار هاي انرجي او بنسميهم اكسيرجونيك رياكشنز. يعني ايه كلمه اكسيرجونيك رياكشن يا شباب؟ يعني انرجي ريليزنج رياكشن. تمام. الخطوات الثانيه الريفرسبل ار في حاجات منها اكسيرجونيك وحاجات اندرجونيك زي ما انتم شايفين، حاجات الانرجي بتاعتها من فوق بتنزل تحت وحاجات من تحت بتطلع لفوق، ولكن الفرق الانرجي جاب صغير. اوكي. طيب لو انا عايز ارجع تاني، لو انا احول البايروفيت لفوسفوئين البايروفيت، الانرجي جاب هنا عاليه، فما بيعرفش الانزيم يبقى ريفرسبل في الحاله دي. فالحل عنده ايه؟ In this case, the pathway that will be used إنه هناخد الـ step into two broken small steps. وهم بدام الـ reaction دي كانت exergonic يبقى الـ backward reaction بتاعها لازم هتكون endergonic. تمام؟ فعشان أحاول الـ pyruvate لفوسفوئين الـ pyruvate، وخلوا بالكم كمان الحلو قوي في الانيميشن ده إنه هو بيوريلكم الأماكن بتاعة الـ reactions. الـ pyruvate اللي موجود في السيتوسول او في الماتريكس بتاع الميتوكوندريا بيتحول لاوكسالو اسيتات الاول، والاوكسالو اسيتات يطلع للسيتوبلازم، والسيتوبلازم يتحول فوسفوئين البايروفيت. ففي هنا تفاعلين، التفاعل الاولاني اللي هو بايروفيت كاربوكسيليز بيحول بايروفيت لاوكسالو اسيتات، والتفاعل الثاني هو اوكسالو اسيتات بالبيب كاربوكسي كينيز يحوله لفوسفوئينو البايروفيت او بيب. عايز اوريكم بقى انه في حاجه تانية كمان مهمه، هي ما كانتش مكتوبه في السلايدز، ولكن this is what actually takes place في الجسم. لو انتم مهتمين بالكيمياء بتاعتها، ايه البايروفيت بتحول لاوكسالو اسيتات، وبحول 3 كاربون مولكيول انتو 4 كاربون مولكيول. فكانت تقريبا رشا بتقول لي، كان دكتور عبد الرحمن ميهوب بيقولون في الاورجانيك كيمستري عشان ازود كاربون this needs energy in، والكلام ده صحيح. عشان اكبر اي موليكيول يبقى لازم وانا بعمل انابوليزم بحتاج انرجي. الكاتابوليزم غالبا بيبقى ريليزنج انرجي. الاوكسالو اسيتات نفسه يا شباب ما بيعرفش الليبيد باي لاير بتاعه الميتوكوندريا، فبيتصرف ازاي؟ بتحول الاول لحاجه اسمها ماليت. بصوا الفرق ما بين ده وده، حاجه بسيطه قوي، ان الكربونيل بتاعت الاوكسالو اسيتات بيحصل لها ريدكشن، فالانزيم اللي شغال هنا هو اسمه ماليت ديهيدروجينيز. بتحصل فين؟ بتحصل الاول في الماتريكس بتاع الميتوكوندريا، ذن الماليت ده بيعرف يعدي الممبرين، ولما يوصل لبره في سيتوبلازميك فورم من الماليت ديهيدروجينيز يرجع الماليت لاوكسالو اسيتات، وبعدين الاوكسالو اسيتات يتحرك تاني للبيب. فشايفين في كام خطوه بتحصل عشان احول بايروفيت لبيب؟ من البيب للبايروفيت كان انزيم واحد، من البايروفيت للبيب الباكورد رياكشن فيها 3 انزيمز وفيها ممبرين كمان ترانسلوكيشن، او ميتوكوندريال ممبرين تو بي مور سبيسيفيك ترانسلوكيشن. اوكي. ف اي ثينك ذس از ا جاستيفايبل ريسبونس للسؤال بتاع قليوبي، ليه يا دكتور انا مش فاهم رياكشن واحده كانت بتطلع اي تي بي دلوقتي بقت بتستخدم اي تي بي وناد وحاجات اكتر؟ ف that's why. ماشي يا شباب، شايفين الناد اللي هنا اللي بيستهلك بس بيرجع تاني؟ ماشي، this reaction بحول اوكسالو اسيتات لماليت، وبعدين برجع احول الماليت لاوكسالو اسيتات، فالناد الكونسيومد بيكنسل اوت. انما otherwise الرياكشن بتاعة البيروفيت كاربوكسيليز والرياكشن بتاعة البيب كاربوكسي كينيز الاثنين are energy consuming. ماشي يا ولاد؟ فاحنا قلنا البريكورسز بتاعة الجلوكونيوجينيسيس هي حاجة من اثنين، يا اما اللاكتيت يا اما، خلينا نتكلم على اللاكتيت الاول. وده بيجي منين؟ بيجي من الكوري سايكل. ايه الكوري سايكل ده؟ انا هروح للصورة الاول وبعدين هرجع للكلام. لو حد بيعمل ماسل اكسرسايز المفروض بيبقى عنده مخزون من الجلايكوجين، وهو العضلات محتاجه لطاقه، فتبتدي تكسر الجلايكوجين انتو جلوكوز،
then glucose will undergo glycolysis, under and for the production of ATP. طبعا under anaerobic condition البايروفيت اللي طالع يا شباب هياخد شورت كات, وبدل ما يكمل ويدخل في السيتريك اسيد سايكل هيتحول للاكتيت. اوكي طيب اللاكتيت ده لما بيعمل اكيوميليشن المفروض بيعمل ايه؟ الشورنس اللي احنا بنحس بيها. طيب ما انا لو خدت جلوكوز كله وحولته للاكتيت من غير ما ادخل السيتريك اسيد سايكل, يبقى انا الانرجي اللي طالعه عندي هي الانرجي بتاعت الجلايكولايسيس بس, مش بتاعت السيتريك اسيد سايكل. فالجسم يعوض ده ازاي؟ عايزه جلوكوز, فيروح واخد اللاكتيت, طبعا بيعدي في بلاد فيزلز ويوديه للليفر. الليفر هذا الميتابولايزنج انزيمز بتاعت الجلوكونيوجينيسيس, فيروح محوله باي جلوكونيوجينيسيس انتو جلوكوز. ولو المسلز لسه شغاله وجعانه وهنجري اند نيد جلوكوز, then glucose will pass through the bloodstream go to the muscles again for further glycolysis and use of الانرجي اللي ستورد في الجلوكوز to produce ATP and so on and so forth. طب لو ما فيش exercise بس انا لسه عندي لاكتيت above النورمال physiological level, يبقى then احوله into glycogen in that case as a store of energy for further use later on. طيب لو ما عنديش جلوكوز كفايه وبرده ما فيش لاكتيت as a source, يبقى الحل من ساعتها ان احنا نبتدي نكسر في الليبيدز, نطلع الفاتي اسيدز ونعمل لها ميتابوليزم وناخد الاي تي بي بتاعها. او كمان حاجه تانية, احنا عارفين ان احنا محتاجين انرجي فور ذا جلوكونيوجينيسيس, الانرجي هيجي من الفاتي اسيد بريك داون. فادي الكوري سايكل again, جلوكوز تو بايروفيت تو لاكتيت ان ذا مسل ثرو ذا بلاد, لاكتيت جوز تو ذا ليفر, جلوكونيوجينيسيس يرجع 2 لاكتيت ل 2 بايروفيت تاني, ويستهلكوا 6 اي تي بي. ال 6 اي تي بي دول جايين منين؟ من الفاتي اسيد بريك داون عشان يدونا جلوكوز, and glucose is recycled back to the muscles and so on and so forth. دي هي الكوري سايكل يا شباب, دي باسم العالم اللي اكتشفها, this is the name of a guy. تمام, فهو ده اللي مكتوب هنا. السورس الثاني, ايوه, هو لو حصل لاكتو اسيتوسيس ده بيبقى يعني اللي هو بيبقى accumulation lactic acid في البلد صح, اللي هو في النص لا راح الليفر ولا في المسلز نفسها صح, ولا انا فاهمه غلط؟ اللاكتيك اسيدوزيس از اكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد بالظبط, ان هو بقى كميته زياده عن النورمال, فابتدى البي اتش بتاعه البلد يتحول لاسيدك, فبنسميها لاكتيك اسيدوزيس. تمام, ودي doesn't have to do with this, بس ممكن ساعات في ميتابوليك ابيريشن, في مشاكل في الميتابوليزم ممكن تؤدي الى لاكتيك اسيدوزيس. انما احنا بنتكلم دلوقتي واحد هيلثي خالص مش واحد مريض. اوكي, السورس الثاني يا ولادي هو الامينو اسيدز. الامينو اسيدز دول عباره عن, انتوا عارفين اللي هم البيلدينج بلوكس بتاعه البروتين. ساعات ممكن نستخدم الامينو اسيدز از كاربون سكيلتنز عشان ندخلهم او نحولهم تو ايذر بايروفيت او انترميديس في السيتريك اسيد سايكل. الكلام ده مهم جدا جدا تفتكروه بكره. ليه؟ عشان احنا عندنا الليفر فانكشن والكيدني فانكشن تيستس اللي بتورينا ازاي الالانين بتحول لبايروفيت والاسبارتيت بتحول لاوكسالو اسيتيت. الالانين ده امينو اسيد وبتحول لبايروفيت. تمام, البايروفيت ده الباثوي بتاعه يا اما يدخل جلوكونيوجينيسيس يا اما يتحول لاسيتالكو ايه زي ما هنشوف بعد شويه, يدخل في السيتريك اسيد سايكل. الاسبارتيت بيتكسر يدخل يتحول لاوكسالو اسيتيت. الاوكسالو اسيتيت ده ممكن يعمل ايه او ايه برده؟ نفس الكلام, يا اما يدخل في السيتريك اسيد سايكل يا اما احوله لفوسفو اينول بايروفيت وادخله في جلوكونيوجينيسيس. فشايفين يا شباب كل حاجه كونكتد مع بعض ازاي؟ اللاب بتاع بكره بقى هنشوف مين الميتابولايزنج انزيم اللي بتعمل الفانكشن دي, اللي هي الانين تو بايروفيت ميتابوليزم او اسبارتيت لاوكسالو اسيتيت ميتابوليزم. الانزيم ده السسبنس بتاع بكره بقى هتعرفوا انه اسمه ALT, اللي هو الالانين امينو ترانسفيريز, اللي هو بين الاي من بين ال بين ايه الاي, وعلى فكره الرياكشن دي ريفرسبل بين الامينو جروب بالالانين
يحطها على الفا كيتو جلوتاريد، بيحطها فين؟ في المكان ده، فيحولوا الجلوتاميت، والالانين نفسه بيتحول لبايروفيت. عايزاكم تاخدوا بالكم من حاجه مهمه، ده اسمه امينو اسيد، ده لما يبقى كربوكسيليك اسيد وجنبه كربونيل اسمه كيتو اسيد، لانه دي كيتونيك فانكشنال جروب. اوكي طيب، يبقى هي انتر كونفرجن ما بين رياكشن ما بين امينو اسيد وكيتو اسيد، وكل واحد بيتحول للتاني. يعني الالانين اذا امينو اسيد بيتحول لبايروفيت which is a كيتو اسيد. الالفا كيتو جلوتاريت في الحاله دي كان كيتو اسيد، اتحول بالترانس امينيشن ان انا قلت له امين جروب انتو ان امينو اسيد. فانتوا شايفين البروسيس، الامينو اسيدز بيقعدوا يساعدوا بعض، وانا هرمي لك امينو وانت هتتحول لكيتو اسيد. تمام، عشان تعرفوا ان الميتابوليك باثوي كله بيخدم على بعضه، كل الجسم عشان يبقى في حاله هوميوستاسيس، يبقى then I can convert anything to anything. يبقى الفاتي اسيدز ممكن اطلع منها استايكو اي، الامينو اسيدز ممكن اطلع منها بايروفيت، اللاكتيت ممكن احوله لبايروفيت، الكربون دايوكسيد ممكن احوله استيت واستايكو اي، البايروفيت والاسيتايل كو اي بيدخلوا مع بعض عشان يدوني اوكسالو اسيتيت، الاوكسالو اسيتيت ممكن احوله لباب فوسفوين البايروفيت واكمل جلوكونيوجينيسيس، التراي اسايل جليسيرول طالع منها هيدخل في الذهب، الامينو اسيدز ممكن تطلع اوكسالو اسيتيت برضو، ان سو ان سو فور. شايفين؟ فدي اهميتها بالنسبه لي، مش هسالك فيها، مش هسالكوا فيها، ولكن اهميتها بالنسبه لي تبقوا فاهمين ان البيولوجيكال سيستم از فيري انتراكتيف مع بعض، بنكلم بعض كتير. اخر حاجه هتكلم عليها في جلوكونيوجينيسيس هي الريجوليشن بتاعه الجلوكونيوجينيسيس، وهتلاقوا الريجوليتوري انزيمز او الانزيمز اللي بيحصل فيها ريجوليشن هي نفس الانزيمز اللي كان برضو او نفس الستبس اللي كانت ريجوليشن ستبس في الجلايكوليسيس، اللي هم خطوه 1 3 10 نفس الكلام، اللي هي الخطوات الريفرسبل. انا وريتكم دي قبل كده يا شباب عشان الريجوليشن بتاع الجلايكوليسيس اللي هو الاسهم الرمادي. طب تعالوا نبص على الاسهم البلو which are the gluconeogenesis arrows. فاحنا قلنا ان البايروفيت بتحول لفوسفوين البايروفيت في خطوتين، الخطوه الاولانيه اللي هي بايروفيت كاربوكسيليز، الخطوه الثانيه اللي هو فوسفوين البايروفيت كاربوكسي كايناز. مين اللي بيزود الباثوي ده؟ بالنسبه للكاربوكسي كايناز الكاربوكسيليز، الاسيتايل كو اي بيزود، ده يعمل اكتيفيشن. ليه؟ اللي احنا قلنا الاسيتايل كو اي هو بيجي من البايروفيت، البايروفيت قبل ما يدخل في السيتريك اسيد سايكل لازم يتحول لاستايل كو اي. طب الاستايل كو اي لو زاد قوي معنى كده ان السيتريك اسيد سايكل مقفوله، فاروح مرجعه بالراجع لحاجه تانية مهمه بالنسبه لي اللي هي او بالنسبه للجسم اللي هي جلوكوز. ان ذات كيس الاوكسالو استيت ريجوليشن عشان يتحول الفوسفوين والبايروفيت بالانزيم اللي اسمه كاربوكسي كاينيز، الليفل ده is under what we call hormonal control of the synthesis. ودي بتبقى intricate level of control، لأن الهرمونز بتشتغل على الليفل بتاع الهرمون، بيدخل خلية وبيروح دايما يرجليت الانزيم synthesis أو الانزيم expression level. فده مش allosteric control، لا ده أكبر من كده شوية اللي هو expression level control. الفركتوز 1,6-bisphosphatase ده is oppositely controlled للفوسفوفركتوكينيز، فالحاجات اللي كانت بتعمل activation للفوسفوفركتوكينيز هي اللي بتعمل inhibition للفركتوز 1,6-bisphosphatase اللي هم ايه؟ فركتوز 2,6-bisphosphate اهو، هنا activation هنا inhibition. الـ AMP كان في glycolysis بيعمل activation، في gluconeogenesis بيعمل inhibition. اخر حاجة خالص التحويل بتاع جلوكوز 6 فوسفات لانتو جلوكوز، this is under the activity of enzyme اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز، وده يا شباب بيبقى controlled برضو زي الهيكسوكاينيز بجلوكوز 6 فوسفات ليفل. تمام، فلو جلوكوز 6 فوسفات تركيزه عالي معنى كده انه ايه؟ في حالة جلوكونيوجينيسيس يلا بسرعه شد حيلك يا انزيم عشان تحول الجلوكوز 6 فوسفات اللي موجود عالي ده انتو جلوكوز. في حاله الهيكسوكاينيز او جلايكوليسيس لو جلوكوز 6 فوسفات كتير معنى كده ان احنا مش عايزين الستيب دي تفضل تو بروسيد فاستر، فبيبطئ الهيكسوكاينيز. تمام،
يبقى هما دول الكنترول بوينتس في جلايكوليسيس والكنترول بوينتس في الجلوكونيوجينيسيس. ماشي يا شباب؟ المفروض كان بعد كده في البنتوس فوسفيت باثوي، وانا قلت لكم ان احنا ايه يعني هنسكيبت لانه عندنا لسه حاجات اهم نقول نتكلم فيها. فين دي بقى في الميتابوليك باثوي اللي احنا قاعدين نتكلم عنه؟ الحته الملونه اكروس ذا ايلاند بتاعه الميتابوليزم اللي هي ان جراي، الحته دي. طب والحته دي بقى عباره عن ايه يا شباب؟ زي ما متقال هنا central oxidative pathway in the respiration. عارفين ساعات بيبقى فيه محطة كده بنقول محطة دي central في المترو أو في الأوتوبيسات أو في القطارات، بيقولك دي محطة كده زي محطة رمسيس، كل الخطوط اللي جاية من كل حتة بتتلم هنا وبتطلع من هنا. فهي central oxidation pathway في respiration. كل الميتابوليك فولز اللي هي كربوهيدراتس والليبيدز والبروتين بيبقوا كاتابولايزد بالتروبيك اورجانيزم ولازم يعدوا على السيتريك اسيد سايكل. فلو بصيتوا هنا يا شباب ادي البولي ساكرايدز تحول لمونو ساكرايدز تحول لجلوكوز تحول لبايروفيت الاستالكو ايه تدخل في السيتريك اسيد سايكل. الليبيدز بتتكسر لجليسرول وفاتي اسيدز وممكن تبقى بريكورسرز للجلايكوليسيس وتحول لبايروفيت وتدخل في السيتريك اسيد سايكل. النيوكليك أسيدز يكسروا النيوكليوتايدز والنيوكليوتايدز ممكن المونوساكرايد اللي طلع منهم اللي هو البنتوز شوجر يدخل برضو يتحول بعد كده للجلوكوز ويدخل في السيتريك أسيد سايكل. البروتينز الأمينو أسيد بريكورسرز بتاعتهم ممكن تدينا بايروفيت واللاب بتاع بكرة مهم والبايروفيت يدخل في السيتريك أسيد سايكل and so on and so on. فدي محطة رئيسية في ال oxidation أو oxidative pathway بتاع respiration. طيب بيقول هنا جملة مهمة جدا، بيقول most of the energy yield from substrate oxidation في citric acid cycle comes from the production of what we call as NADH و FADH2. والاثنين دول يا شباب بيدخلوا بعد كده فين؟ في what we call the electron transport chain عشان أعصرهم وطلع ال ATP اللي فيه. ففي جلايكوليسيس احنا طلعنا ATP وناد، هنا برضو هنطلع ATP which is a direct energy currency والindirect energy currency بيطلع برضو من هنا ناد وفاد H2، ودول بيدخلوا أو بنسميهم reduced electron carriers والجملة دي مهمة، وبيدخلوا بعد كده في الالكترون ترانسبورت chain عشان نطلع منهم كل الATP content اللي فيه. along the process دي يا شباب بيحصل حاجة مهمة جدا. لو فاكرين glycolysis كان بيكسر الجلوكوز into two pyruvates وكل pyruvate هي عبارة عن 3 carbon units. في محطة ما بين glycolysis وما بين citric acid cycle مهمة جدا، هي تحويل pyruvate لأسيتايل كوي. والأسيتايل دي يعني إيه؟ يعني حصل downsizing للnumber of carbons بتاعت pyruvate من 3 ل 2، فبيحصل هنا carbon dioxide loss. وبعدين لما بندخل السيتريك اسيد سايكل الاسيتايل اللي بقت كربونتين دي بنكسرها ونحولها كلها لكربون دايوكسيد. يعني ايه؟ بمعنى اخر كل جلوكوز كاربونز هاف بين تيرند انتو كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد اللي طالع ده اهميته ايه بالنسبه للجسم؟ مش اهميته بالنسبه للجسم، اهميته بالنسبه لللايف اول توجذر، لان احنا بنعمل له اكسبيريشن او اكسهاليشن عفوا، وبيدخل في الفوتوسينثيسيس عشان يكون اكسجين جديد، عشان الاكسجين ده اللي بنستخدمه في الالكترون ترانسبورت شين. فاحنا حاجه بالنسبه لنا it looks wasteful ولكن هي it's key for continuation of our life، لان احنا بنستخدم الاكسجين اللي طالع ده في الاوكسيداتيف فوسفوريليشن. تمام يا ولاد؟ طب نزوم ايه بقى على الحته بتاعت السيتريك اسيد سايكل واللي قبل منها اللي هي المحطه الوسطانيه او الكونكتنج ستيشن اللي ما بين السيتريك اسيد سايكل وما بين الجلايكوليسيس، اللي هي ايه؟ اللي هي تحويل البايروفيت لاسيتايل كوي. اوكي، لو فكرنا الثري ستيجز اوف ريسبيريشن او المراحل الثلاثه بتوع ريسبيريشن، الستيج الاولانيه اللي هو الكربونز اللي جايه من الميتابوليك فول بتتحط في صوره اسيتايل كوي. الخطوه الثانيه اللي هي سيتريك اسيد سايكل ودي اوكسيدايز الاستالكو ايه عشان تطلع منه او تحوله انتو 2 كربون دايوكسيد مولكيولز زي ما انتم شايفين في سيتريك اسيد سايكل اهو بيطلع 2 كربون دايوكسيد.
وزي ما انتم شايفين برضو في البايروفيت لاستالكو ايه في كربون دايوكسيد بيطلع. فاحنا بنكسر الستة كربونز بتوع الجلوكوز انتو السمولست بوسيبل بارتيكلز اللي هما كربون دايوكسيد، ويبقى عندنا الكترون كاريرز وسمول اماونت اوف اي تي بي. الالكترون كاريرز دول هما شايلين الانرجي كتير، ناخدهم ولا نضيعهم؟ لا ناخدهم. ناخدهم فين؟ ريديوس الكترون كاريرز دول ندخلهم في الالكترون ترانسبورت ونطلع منهم كل الاي تي بي انرجي ستور اللي فيه. طب ليه بنسميها الكترون ترانسبورت او اوكسيداتيف فوسفوريليشن؟ اوكسيديشن عشان بنحول الريديوس الكترون كاريرز ل اوكسيدايزد فورمز، بنحول الناد اتش والفاد اتش 2 انتو ناد بلس وفاد، ودول بيتاخدوا بري سايكل في البروسيس تاني اللي فوق، فدي اوكسيديشن. والفوسفوريليشن that is associated with the oxidation، الانرجي اللي طلع البيولوجيكال سيستم is very smart، فالانرجي بتاعه الاكسديشن بتبقى invested في تحويل ADP into ATP. تمام. ده الراجل اللي اسمه هانز كريبس اللي في انستيتوت بحالها باسمه، اسمها كريبس انستيتوت، موجوده في جامعه هارفارد، وهو الراجل ده اللي اكتشف الكريبس سايكل. البيك بيكتشر هي ايه يا ولاد؟ جلايكوليسيس بيحصل في السيتوبلازم، طلع بايروفيك اسيد، البايروفيك اسيد يبقى ترانسلوكيتد للميتوكوندريال ماتريكس، يحصل البروسيس بتاعه الكريبس سايكل، ويطلع منها الريدوسد الكترون كاريرز، يدخلوا في الالكترون ترانسبورت تشين عن طريق اسيت اوف انزيمز دول موجودين في الانر ميتوكوندريال ميمبرين. كمان مش جلايكوليسيس نفسه بيطلع ناد اتش او ريدوس ناد، فالريديوس ناد اتش ده برضو بيدخل في بيدخل الميتوكوندريا ويشوف الانزيمز بتاعت الاكسيديتيف فوسفوريليشن اللي موجودين في الانر ميمبرين، وبرضو نطلع الاي تي بي اللي فيه. يبقى النت اي تي بي اللي طالع عندنا هو من جلايكوليسيس دايركت، من كريبس سايكل دايركت، ومن الالكترون ترانسبورت تشين اندايركت ثرو اوكسيديشن اوف ناد اتش فاد اتش 2. يبقى process B و C بيحصلوا لو قلنا glycolysis is A، the Krebs cycle is B، والelectron transport chain is C، يبقى B و C بيحصلوا في الميتوكوندريا، عشان كده بنسميها الايه؟ الـ powerhouse بتاع الجسم. تعالوا نتفرج بقى على الجمال اللي بيحصل فيه الـ oxidation of pyruvate، اللي هي المفروض خطوة واحدة بس، حاجة بسيطة جدا لو شفتوها في الكيمياء. pyruvate اللي احنا خلاص عارفين الشكل بتاعه ميثايل كربونايل كربوكسيليك، هحوله انتو اسيتايل كو اي اللي هو ميثايل سي او ماسك في كو انزيم اي باستر، والاستر لما تبقى كربونيل جنبها سلفر دي بنسميها ثايول استر، مش استر عادية. الاستر العادية كربونيل وجنبها اكسجين. اوكي، يبقى بايروفيت هيتفاعل مع كو انزيم اي في وجود ناد بلس، ويطلع عندي أسيتايل كو إيه زائد كربون دايوكسيد، دي هتطلع برا زائد ناد اتش، وما بدام في ناد تحول لناد اتش يبقى غالبا الانزيم هيبقى اسمه دي هيدروجينيز، والسبستريت is pyruvate، يبقى then this is a pyruvate dehydrogenase catalyzed reaction. محدش يفتكر ان الانزيم ده سهل كده، ده عبارة عن 3 enzymes و 5 coenzymes all together. فالحقيقة بنسمي الإنزيم ده pyruvate dehydrogenase complex enzyme أو PDH complex enzyme. الخطوة دي is irreversible by the way، فالإنزيم ده بيشتغل ناحية واحدة بس، ما يعرفش يرجع لأستالكو إيه into pyruvate. وده بيعمل إيه؟ بيعمل commitment لأي pyruvate هتحاول لأستالكو إيه إن هو غالبا هيكمل في citric acid cycle. ادي شكل الانزيم يا شباب زي ما انتم شايفينه، ده تحت الالكترون مايكروجراف بتاعه، وده الانزيم على بعضه، وبدام هو كومبلكس وانا قلت لكم ان هو بيتكون من 3 انزيمز، يبقى نشوف البريك داون بتاع الانزيم هو ايه. فلو بصينا على الصوره دي الخضراء دي
حاجة اسمها الانزيم نمبر 2. والانزيم نمبر 2 ده مش يونت واحدة، ده متكون من 60 مونومر. اوكي، فده بنسميه سب كومبلكس، انزيم 2 كور سب كومبلكس. صورة سي، الاخضر ده اللي هو انزيم 2 والاحمر ده اللي هو انزيم 3، فبنسميه انزيم 2 انزيم 3 سب كومبلكس 1. ده متكون من انزيم 2 زائد 12 اي 3 دايمر. اوكي، فاضل عندنا ايه؟ نحط انزيم 1. الصوره دي، عفوا اللي هي دي عباره عن الفول بايروفيديا هيدروجينيز كومبلكس اللي هو فيه انزيم 2 انزيم 3 سب كومبلكس 1 زائد الاصفر ده اللي هو حوالي 30 انزيم 1 تترامرز. ودي زي يعني بصة كده من النص على الانزيم اللي هي ايه، لو قطعته بالنص وبصيته عليه لان هو شكله جلوبيولر كده، فكأنك بتبص عليه من جوه، انزيم 1 انزيم 2 and انزيم 3. ماشي، ايه الفانكشن بتاعهم؟ ادي احنا عرفنا شكله ازاي. الانزيم الاولاني هو purely action، pure action بتاعه ان هو pyruvate dehydrogenase، بيتعامل مع البايروفيت. اوكي، والكو فاكتور بتاعه حاجه اسمها ثيامين بايروفوسفيت، والثيامين ده اللي هو فيتامين essential vital water soluble vital. انزيم 2 يا شباب ده بيساعد عشان يعمل regeneration للبايروفيت dehydrogenase function، اسمه dihydrolipoyl transacetylase، وده فيه اتنين كوفاكتورز لايبويك أسيد وكو انزيم اي. الاخراني انزيم 3 ده بيعمل ريجينريشن للانزيم نمبر 2 واسمه dihydrolipoyl dehydrogenase، وفيه اتنين كوفاكتورز فاد وده لازق فيه يعني ما بيفكش، زي لايبويك أسيد الانزيم 2 ده ماسك فيه ما بيفكش، والناد ده يعتبر كوفاكتور بس سبستريت في نفس الوقت. طب ليه ربنا خالق الـ very complex system ده؟ أول حاجة high rate of reaction، لأن الـ product بتاع واحد بإنزيم واحد بيشتغل as substrate للتاني، فبدل ما يطلع في السيتوبلازم وبعدين يدخل اللي يدور على الإنزيم بتاعه، فدي تقدروا تقولوا عليها continuous production line، فما فيش much diffusion بتحصل. كمان ده minimal side reactions. آخر حاجة coordinated control، لو عملت control على واحد كأني بعمل control على السيستم كله. تعالوا نبص عليها بقى بتحصل ازاي. دكتور معلش، في السلايد اللي فاتت يعني ايه minimum side reaction؟ يعني ايه minimum side reaction؟ يعني ساعات لما بيطلع عندي intermediate في metabolic pathways، metabolic pathways معقدة جدا، فلو بصينا على دي، لو رجعت تاني لدي هتلاقي الأستالكو إيه مثلاً طالع، ممكن يدخل ويدخل في باثويز تانية غير إنه يدخل في سيتريك أسيد سايكل. فالبايروفيت الأستالكو إيه في إنترميديتس هنا، فالإنترميديتس دي لو ديفيوست في السيتوبلازم ممكن تتاخد في حاجة تانية أو يحصل سايد رياكشن، ولكن الإنزيم كومبلكس سيستم ده بيخلي ما فيش حاجة بتكسر اللاين. البرودكت اللي طالع من البايروفيت ديهيدروجينيز او الانزيم 1 تدخل في الانزيم 2 تدخل في الانزيم 3، فهي ديديكيتد رياكشن. البايروفيت الاستالكو ايه، كل حاجه داخله عشان تتحول الاستالكو ايه، مفيش اي حاجه بتدخل في انذر سايد باثوي. تمام، نكمل. تمام ماشي. بصوا البروسيس دي يا شباب، اللي هي زي ما اتفقنا البايروفيت الكربوكسيليك كاربون بتاعتها بتخرج in the form of carbon dioxide، والجزء اللي فاضل ده بيتحول لأسيتايل وبتركب على كوإنزيمي. شايفين الانرجيتكس بتاعت الرياكشن دي؟ it's minus 33.4 كيلو جول بير مول، وطالع عندنا ايه؟ نايب H. فمعنى كده ان عندنا انرجي كتيرة وطالعة stored in the form of a high energy electron carrier. وادي الخمسة، ادي ثلاثة انزيمز،
وادي الخمسة substrates أو cofactors اللي قلنا عليهم coenzyme E, NAD, fad, lipoate, and thiamine pyrophosphate اللي هو vitamin B. طبعا لما تشوفوا الدنيا بتخضوا هتقولوا ايه ده يا دكتور انت عايزه ايه بالظبط، بس يعني ما هياش خضه ولا حاجه خالص، بالعكس ده هي لطيفه جدا. بالاورنج ده انزيم 1 اللي مش عارفه يعني كل واحد هيشوفها بطريقته، يعني اخضر فاتح او لبني هو انزيم 2، واللي بالبينك ده انزيم 3. بصوا كده شباب اللي بيحصل، ادي البايروفيت جاي هيتفاعل مع الثيامين بايروفوسفيت. ثيامين بايروفوسفيت في نيجاتيف تشارج، نيجاتيف تشارج دي هتشتغل كنيوكليوفايل. الالكتروفيليك سنتر فين؟ الكربونيل دي. النيوكليوفايل يعمل اتاك، يفتح الدبل بوند، يقفل الدبل بوند تاني، يكسر السي او 2. حلو، بس ما دام حصل نيوكليوفيليك اتاك ما بين الثيامين والبايروفيت بقى في كده كوفيلنت بوند هتتكون. كوفيلنت بوند دي هتكون ما بين الثيامين وما بين الجزء الفاضل من البايروفيت، what we call هيدروكسي ايثايل ثيامين داي فوسفيت. الداي فوسفيت دي جايه منين؟ جايه من الثيامين اصلا. اوكي، والكربون دايوكسيد طلع، يبقى ادي اول كربونايه طلعناها من الجلوكوز ان ذا فورم اوف كربون دايوكسيد. سؤال، هي كربونايه واحده ولا كربونتين؟ يا كربونتين، لان جلوكوز بيتحول 2 بايروفيت، فالرياكشن دي بتتضرب في 2، فاحنا كده طلعنا كربونتين من الجلوكوز اللي هو كان 6 كربون ان ذا فورم اوف كربون دايوكسيد. اوكي، هو ده اللي مرسوم هنا. بايروفيت بيتفاعل مع تي بي بي او الثيامين بايروفوسفيت يديني هيدروكسي ايثايل ثيامين بايروفوسفيت وكربون دايوكسيد. اوكي، طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اخد الجزء ده وحوله الاسيتايلكو ايه وريجينيريت التي بي بي تاني. مين اللي ساعدني في العمليه دي؟ الانزيم اللي وراه اللي اسمه داي هيدرو لايبويل ترانس اسيتايليز. يعني ايه كلمه ترانس اسيتايليز؟ يعني بيترانسفير اسيتايلكو. طيب الكوفاكتور بتاعه شباب اللي هو اسمه لايبويك اسيد، سيبكم من الاستراكشر الكامل، ولكن هو في الجزء ده في حاجه فيها داي سلفايد بريدج. Oxidized lipoyl lysine. Lipoic acid ماسك في lysine. Okay. طيب. Lipoic acid اللي هو الoxidized هيتفاعل مع TPP اللي عليه الهيدروكسي ethyl group وهيحصل ما بينهم covalent bond. الcovalent bond دي حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت. الحاجة الأولانية هي breaking of the double bond of the sulfur sulfur bond، فبيطلع عندي free SH. والحاجة التانية إن السلفر دي بتاخد الجروب دي يا شباب in the form of acetyl group، فدي الخطوة التانية. أوكي، يبقى المفروض TPP is regenerated أو thiamine pyrophosphate is regenerated. لو عايز يعمل step one تاني هو حر. طيب أنا عايز regenerate the oxidized lipolysine، هعملها ازاي؟ اول خطوه هرمي الاسيتايل اللي انا مش عايزاها دي لكو انزيم ايه، طلع اسيتايل ايه، يبقى ده الكو فاكتور نمبر 3. الكو فاكتور الاولاني تي بي بي، الكو فاكتور الثاني اللايبويل لايسين، الكو فاكتور الثالث كو انزيم ايه. حلو، طلع الاسيتايل كو ايه، والاسيتايل كو ايه ده بقى هياخد سكته ويروح سيتريك اسيد سايكل، بس اللي فضل عندي هو ريديوس لايبولايسين. reduce lipolysin عشان يعرف يعمل function بتاعه تاني لازم يرجع لأكسدايز lipolysin. كويس، اعمل ايه؟ مين اللي هيساعدني في الخطوة دي؟ هياخد الهيدروجنتين دول. الانزيم التالت او الانزيم التالت في complex اللي هو dihydro lipoyl dehydrogenase. again dehydrogenase يعني هياخد الهيدروجينات and الالكترونز طبعا عشان يحصل ريدكشن، ولازم يكون في كوفاكتور هنا. الكوفاكتور اللي هو باوند باي ذا انزيم في الحاله دي اسفاد اف اي دي، فهاخد الهيدروجينتين والالكترونات اللي معاهم وتحول لفاد اتش 2
وده هيريجنريت الاوكسيدايز لايب وايل لايسين. الفاد اتش 2 ده بقى يا شباب ما بيعرفش يخرج بره الانزيم، هو ممسوك في الانزيم، فيرمي الهيدروجينات والالكترونات لمين؟ للناد، ناد بلس، ده الكوفاكتور الخامس. فالناد بلس هتحول لناد اتش بلس بروتون will be pumped out in the medium. This is the whole story. كده احنا عندنا ايه بقى طلع؟ النت اللي طلع ناد اتش اسيتايل كو اي كربون دايوكسيد، وطبعا بروتون يعني عشان لو حد ايه بيدور على التوتال اللي طالع. ماشي يا شباب، الناد اتش ده سكته هيروح فين؟ هيدخل في الاكسيديتيف فوسفوريليشن. الاسيتايل كو اي هيدخل في السيتريك اسيد سايكل، الكربون دايوكسيد هيحصل له اكسهاليشن. دكتور معلش، هو اي 1 ليه اسمه دي هيدروجينيز؟ اي 1 ليه اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز؟ اها، هو انا ما شفتوش شال هيدروجين من البايروفيت. يعني انت ما شفتوش شال هيدروجين من البايروفيت؟ حلو السؤال. طيب هو عمل ايه؟ طيب ده سؤال ليا انا. ممكن نجيب السلايدز دي اهو. السلايد هي قدامك. تمام ماشي. خلاص اعمل ايه؟ عمل نيوكليوفيليك اتاك على البايروفيت. اوكي، خرج من عندنا كربون دايوكسيد. وفي نفس الوقت هو تحول انتو الكوفاكتور بتاعه تحول انتو هيدروكسي ثيامين، هيدروكسي ايثايل ثيامين دايفوسفيت، او بنسميه بت دي بي. فين الدي هيدروجينيز اللي حصلت هنا بقى؟ مش عارف. فين ال مش عارف والله. ريفرس دايركشن. ما هو لو الريفرس دايركشن مش هنسميه بايروفيت دي هيدروجينيز. يعني اللي فاتوا كنا بنسميهم باسم البرودكت والريفرس رياكشن، فكان بيبقى اسمهم منطقي، لكن ده اسمه بايروفيت ولا ايه؟ هو البايروفيت من اسم البايروفيت اللي هو السبستريت. لا، هو بيقول ريفرس رياكشن. بتوع الريفرس رياكشنز كنا بنسميهم باسم البرودكت. يعني لا، ما احنا اتفقنا ان الانزيم ده ريفرس. ايوه الانزيم ده ريفرس. اوكي ماشي. حد شايف اي حاجه حصلت؟ ما حدش سالني ايه اللي بيحصل يا دكتور. الكربونيل، الكربون دايوكسيد طلعت خلاص، انتهينا منها. بس الكربونيل اتحولت ليه يا شباب؟ الكحول. وكان في بروتون داخل هنا. هو ده ريدكشن صح؟ ريدكشن صح، ريدكشن ودي كربوكسيليشن في نفس الوقت. ريدكشن ودي كربوكسيليشن. انا فاهم، يعني انا لاحظت الموضوع ده من بدري ان هو عملنا ريدكشن ودي كربوكسيليشن. بس ليه بقى دي هايدروجينيز؟ ايه علاقه ده في الموضوع؟ والله مش عارفه ارد عليكم في السؤال ده بصراحه، ليه سموه الاسم ده. بس I can fetch it for you and then tell you. واحنا متعودين دايما لما بنلاقي دي هيدروجينيز بنقول انه حصل ريدكشن، وريدكشن راحت لفاد او فاد اتش 2، فاد تحول لفاد اتش 2 عفوا، او ناد ويتحول لناد اتش. فدي هيدروجينيز يعني بياخد هيدروجين و بيديها لالكترون كارير. ليه سموه بايروفيت دي هيدروجينيز؟ والله سؤال محترم برضه. You have a point. فخليني ادور لكم عليها واقول لكم هي ليه. بس اللي يهمني ان تاخدوا بالكم فيها ان هي في ريدكشن رياكشن حصلت دلوقتي كمان على الايه، على البايروفيت، على الجزء اللي هو عامل زي الاسيتايل ده من البايروفيت. وخلوا بالكم هو حصل له ريدكشن هنا، وبعدين رجع حصل له اوكسيديشن في الخطوه اللي وراها، رجعت اسيتايل تاني. حد خد باله من دي ولا لا؟ عشان تدخل السيتريك اسيد سايكل صح؟ نعم، عمل لها اوكسيديشن تاني عشان تدخل السيتريك اسيد سايكل صح؟ حولناها اوكسيديشن تاني عشان هنقلها للكو اي عشان ادخلها في السيتريك اسيد سايكل. ممكن نقول انك بنزين ستيت، ان الهدف بتاعي في الاول في الاخر ان انا
اعمل decarboxylation مش ان انا اعمل لها reduction. ما هو to achieve decarboxylation عشان اعرف اطرد الرياكشن فانا او carboxylic group فانا دخلت بالالكترونز. فالالكترونز دي كانها reducing agent صح, negative nucleophile, فعملت reduction للكربونيل وطردت الكربوكسيل as a carbon dioxide. To regenerate this, لانه الالكترونز يا كمان الشباب كل حاجه اسمها ريدوكس سيستم. يعني ايه ريدوكس سيستم؟ اوكسيديشن ريدكشن سيستم. تو ريجينريت ذس جاي ان ان اوكسيدايزد فورم, يبقى then I have to reduce something else. فعملنا ريدكشن لمين بقى؟ للسلفر سلفر بوند. والهيدروجين اللي اتاخدت هنا من الخطوه اللي فاتت اهي قعدت فين؟ قعدت على واحده من السلفرز دول فعملت اس اتش, فدي حصل لها ريدكشن وبريك داون طبعا اوف البوند وبينت اس اس بوند, وده رجع اسيتايل تاني. الاسيتايل بعد كده سيفلي كان بي ترانسفورمد لاستايل كو اي عن طريق ان انا احطها على كو انزيم, واخد البروتون ده بتاع الاستايل كو اي احطه على السلفر دي, فبقى عندي داي هيدرولايبو امايد, ده ريدوست كله ريدوست كو فاكتور. اخر خطوه ان انا اعمل له ريجينريشن, اعمل له ري اوكسيديشن عشان يعرف يكمل شغلته, وهو بيشتغل في الاوكسيدايز فور مش في الريدوس. فجبنا انزيم 3 اللي هو دي هيدروجينيز اسم على مسمى المره دي باستخدام فاد, وحصل ريجينريشن لللايبوامايد في الاوكسيدايز فور, وفاد اتش حصل له ريدكشن. طيب لو فضلت مخليه الفاد اتش ده ريدوس الانزيم هيوقف, يبقى لازم ادي البروتونز والالكترونز اللي عليه الحاجه الاخيره اللي هي الناد بلس وريجينريت الانزيم 3 ويطلع عندي ناد اتش بلس ابروتون. لو واخدين بالكم ده البروتون اللي خدناه معنا. فبصوا بقى هنا يا شباب الانرجيتكس بتاعه الاربع خطوات اللي نقدر نقول عليهم اربع خطوات بتاعه الانزيم ده, الانزيم الكومبلكس ده عمل اربع خطوات. ادي الانرجيتكس بتاعت كل واحده فيهم, وواضح جدا ان هي كلها اكسيرجونيك تايبس اوف رياكشن. دي كمان يعني صوره بتوريهم كلهم تاني جاست ان كيس ان اي من الالستريشنز اللي قبل كده ما كانتش بالنسبه لكم ابيلينج, فدي دي جايه من الكتاب بتاعكم على طول دايركتلي. دي انفوجراف جاي من حاجه تانية من اوتسايد سورس, فهي برضو اكيد تكرار للي قبل كده, فيعني whichever one you prefer it is one and the same. كده يبقى احنا مستعدين دلوقتي ندخل فين؟ ندخل في الكربوكسيليك اسيد سايكل. عايزه بس افكركم بشويه حاجات مش عارفه دول خدتوهم ولا لا قبل كده, اللي هم بنسميهم straight chain dicarboxylic acids او مركبات فيها اتنين كربوكسيليك اسيد في straight chain مش في branch. اول واحد فيهم يا شباب هو اتنين كربوكسيليك اسيد لازقين في بعض على طول, وده اسمه اوكسالو اسيد اوكسالك اسيد. تاني واحد هنحط سي اتش 2 في النص ده اسمه مالونيك اسيد. ثالث واحد فيه اتنين سي اتش 2 في النص ده اسمه ساكسينيك اسيد. ثالث واحد فيه 3 سي اتش 2 في النص ما بين التو كربوكسيليك يعني, وده اسمه جلوتاريك اسيد. اند ذن وي كان جو اون يعني نفضل نزود سي اتش 2. احنا اللي يهمنا مين غالبا في البيولوجيكال سيستم هتلاقوا الساكسينيك والجلوتاريك, والحاجات دي بتدخل بقى في حاجات تانية بره الميتابوليزم اللي احنا بنتكلم فيه. ولكن المفروض احفظهم, احنا كنا بنحفظهم ازاي واحنا قدكم كانوا بيقولوا لنا ايه او ماي ساتش جود ابل باي, وكنت بقف على كده بصراحه ما كنتش بحفظ الباقيين. فاو اللي هو من اوكسالك, ماي مالونيك ساتش ساكسينيك good glutaric apple adipic pi pi milk, وكنت بقف لحد كده اللي هم السبعه الشين لينث سبعه. غالبا اللي احنا هنحتاجهم يا شباب الاوكسالك والمالونيك والساكسينيك, ودول انا قلتهم عشان هيجوا في الكريب سايكل كمان حبه صغيرين. ready for the creep cycle. تعالوا نبص بقى الباثوي الرائعه ربنا خليقها دي بتشتغل ازاي. طبعا when you see this you think about exam grade assignment حاجات زي كده, بس تعالوا enjoy science اللي فيها, تعالوا شوفوا العلم اللي ربنا خلقه عامل ايه.
هما ليه بيسموها citric acid cycle أو ليه بيسموها tricarboxylic acid cycle؟ لأن أول product فيها، أول تفاعل فيها بيروح مطلع citric acid. والcitric acid لو بصيتوا على الشكل بتاعه هو يا ولاد، هو فيه 3 كربوكسيليك، عشان كده سموها tricarboxylic acid cycle ببساطة. تمام؟ خلوا بالكم الهدف الرئيسي من البروسس دي ان انا اخد الاسيتال جروب من الاسيتال جروب من الاسيتال كو اي عفوا واكسرها انتو 2 كربون دايوكسيد. تعالوا بقى نشوف البروسس دي هتحصل ازاي. The first step altogether is the reaction of acetyl CoA مع اوكسالو اسيتيت اهو. Okay. وليه انا وريتكم الاوكسالك اسيد؟ اوكسالك اسيد اللي هو 2 كربوكسيليك صح؟ اوكسالو اسيتيت يعني ايه بقى؟ اوكسالك اسيد ادي كربوكسيليك وادي كربوكسيليك، وواحده منهم الـ OH بتاعتها وتحط فيها أسيتال، الأسيتال جروب اللي هي إيه؟ CH3CO. فكأني شلت H من الأسيتال مع OH من الكربوكسيليك وعملت بوند هنا، فعشان كده بنسميه ده أوكسالو أسيتيت. أوكي؟ طيب الأوكسالو أسيتيت ده يا ولاد هيتفاعل مع الأسيتال كو إيه؟ فالمفروض هيطلع عندي سايد برودكت طبعا كو انزيم A. ومين هيتفاعل مع مين؟ حد يعرف يقول لي اي حاجه هنا حصلت ايه؟ الانزيم اللي بيشتغل هنا يا شباب اسمه سيتريت سينتيز، او الانزيم اللي بيطلع سيتريت. ومش عارفه انا قلت لكم ده قبل كده ولا لا، بس اي ويل سي ات اني واي. خلوا بالكم في حاجه هنا اسمها سيتريت سينتيز، وفي هنا انزيم اسمه سينثيتيز. اوكي، لما تلاقي كلمه سينثيز يعني it's a synthesis reaction without the use of ATP او without the need of ATP. السينثيتيز التي دي دايما بتبقى ATP او equivalent ليها GTP. في الحاله دي هنا في الماميليان سيلز GTP هو اللي بيشتغل. فما تقوليش على ده سيتريت سينثيتيز، ما تقوليش على ده ساكسينايك و ايه سينثيز، لان it entails no ATP involvement وهنا ATP involvement. هرجع للرياكشن دي، لو بصيتوا عليها هنا يا شباب هتحسوا انه حصل حصل ايه؟ الاسيتايل جروب اتحولت ل CH2COO اللي هي جزء البينك ده، والكربونيل كأنه حصل لها ريدكشن into an aldehyde into an alcohol. عفوا الرياكشن دي بنسميها ايه بالكيمياء؟ بنسميها كليزنج كوندنسيشن. يعني ايه كليزنج كوندنسيشن؟ يعني رياكشن اوف اميثايل جروب بتاعه الاسيتال كو ايه بتحول لميثيلين انستريت. الحقيقه اللي حصل ان حصل اتاك، مش عارفه انتوا خدتوها ولا لا، شو ده سيت ولا لا، اي سيت اني anyway. الكربون اللي جنب كربونيل بتبقى ممكن بروتون تحولك بتروح نيوكليفايل، فكأن دي بقت CH2 minus. الماينس دي تعمل نيوكليفيليك اتاك على الكربونيل جروب تفتحها وتخليها OH. اوكي، فعملنا اتاتشمنت ما بين الكربون دي بتاعت الاوكسالو اسيتيت وما بين ال CH3 بتاعت الاستالكو ايه، وفي نفس الوقت حصل هيدروليسيس للبوند دي، فالكو انزيم ايه طلع، وعشان كده المايه دخلت او هنا رسمين مايه داخله. المايه اللي داخله دي فايدتها انها تعمل هيدروليسيس بس للبوند دي. اوكي، فدي بنسميها كليزن كوندنسيشن او ميثايل جروب وباستالكو ايه كونفرت تو ميثيلين ان سيتريت. ادي السيتريت، ودي كوميتد ستيب في السيتريك اسيد سايكل. يعني ايه لما اقول لكم كوميتد ستيب يا شباب؟ يعني ايه ملتزمه؟ يعني ما هياش ريفرسبل رياكشن، ده مش هترجع في كلامها تاني. اوكي، لحد كده واضح؟ اكمل يا شباب ولا عايزين سؤال ولا نمتوا؟ مع حضرتك يا دكتور، احنا بس مصدومين من السيتريك اسيد سايكل وحجمها بس.
دي رائعة رائعة. استنى بس يا عزام. ماشي يا رحمة، ماشي يا رضوى، ماشي. أكمل؟ أكمل اهو. انتوا شايفين البرزنتيشن قدامكم لسه صح؟ اه يا دكتور شايفين. اوكي بصوا بقى الجمال اللي هيحصل دلوقتي. اول حاجة هناخد الستريت ده ونعمل له dehydration rehydration. يعني ايه كلمة dehydration rehydration؟ هطلع مية وادخل مية. طب ايه فايدته؟ عايز اغير ترتيب الأوضة دي، عايز اعيد position or repositioning لشوية functional groups. بالمختصر المفيد لو عايزين تبصوا عليها من الاخر، انا عايز احول الستريت لايزوستريت. حاجة بسيطة جدا، الفرق ما بين الستريت والايزوستريت هو مكان الـ OH. بدل ما كانت في الكربون الوسطانية الكربون دي، هتبقى في الكربون دي. اوكي اهي. فهعمل كده ازاي؟ اخرج مية من هنا وكرييت دبل بوند، وبعدين ادخل المية بالترتيب العكسي، الـ OH تبقى على الكربون اللي تحت والهيدروجين على الكربون اللي في النص. اوكي طيب، وانا بشيل المية هتكون عندي اكيد انترميديت. الانترميديت ده اسمه سيس اكودنيتيت. سيس لان في دبل بوند، يبقى حواليها يا اما سيس يا اما ترانس، ولان هو اسيد فاسمه اكونيتيت. اوكي الانزيم ده اسمه اكونيتيز. طب والاكونيتيز اللي سحب المايه وراح مدخلها تاني، دي ديهايدريشن ستيب، ريهايدريشن اهو اللي هي الخطوه اللي بعد كده، ادتني ايزوستريت. والرياكشن دي ريفرسبل. عفوا، عايز تحول الستريت لايزوستريت يو كان، عايز تحول ايزوستريت لستريت يو كان. اوكي فهي دي برضو عباره عن ترتيب للستركتشر، او زي ما بنقول بوزيشنال ايزوميريزم. هو ليه ما فيش انزيم ايزوميريز بيعمل كده يعني؟ وانت تقدر تقول على ده ايزوميريز كايند اوف، ما هو بيعمل ايزوميريزم فعلا، بس هو ايه طريقته ان هو يعملها؟ بان هو يعمل ديهايدريشن ريهايدريشن. طيب خلوا بالكم، احنا ابتدينا بالاوكسالو اسيتيت كان كام كربون يا اولاد؟ 4. الاسيتايل بتاعت الاستالكو ايه كانت كام كربون؟ 2. لما اجمع الاثنين دول على بعض يطلع لي الستريت اللي هو عباره عن 6 كربون. 6 كربون CH2 كربوكسيليك، COH كربوكسيليك، CH2 كربوكسيليك. اوكي لما احول الستريت الايزوستريت انا لسه في مرحله دكتور الصوت راح خالص، بيقطع قوي مش سامعين حاجه. الحاجه الوحيده اللي انا عملتها ان انا غيرت مكان الاو اتش 1 2 4 5 6. انا بعد كنت بقى كل ده بعد الكربون يا عزام، بعد النمبر اوف كاربونز. ستريت فيه 6 كاربونز، والايزو ستريت لو عدينا الكربونز اللي عليها 1 2 3 4 5 6 كربون برضو. الفرق ما بينهم هو البوزيشن بتاع الاو اتش. اوكي دكتور معلش سؤال، حد كده ما عملناش اكسيديشن؟ نعم دكتور. معلش اسال سؤال بس. هو انا في مرحله ان انا بحول الستريت للسته كربون في زي انرجي لوس؟ معاك يا رضوان. في انرجي لوس لما انا حولت للسته كربون؟ فين هنا لحد كده ما لسه وانا بحول الاربعه كربون لسته كربون؟ لا ما حصلش انرجي لوس. انا ما دخلت ما استخدمتش ولا اي تي بي ولا استخدمت حاجه. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه في انرجي اوريدي هاي انرجي موجوده في البوند دي، فانا انفستد الانرجي منه فيه، ما احتجتش ان انا اجيب من الاي تي بي انرجي. وده سؤال برضو رائع، سؤال كويس جدا. تمام معنى كده ان انتم مركزين يا اولاد، برافو عليك. بصوا بقى يلا نكسر.
عايزين نبتدي نعمل اكسديشن، عايز ابتدي اطلع بقى الكربونتين دول، انا مش هتقعدوا تلففوني حوالين نفسي كده من غير ما اعمل حاجه، عايز ابتدي اطلع الكربون داي اوكسايد. فبصوا بقى اول خطوه اللي هي الخطوه رقم 3 بنسميها اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن. يعني ايه كلمه اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن؟ يعني هيحصل loss of carbon dioxide وoxidation للكربون اللي جنبها. هيحصل ازاي؟ ايسوسيتريت هيتحول لحاجة اسمها الفا كيتو جلوتاريت. وخلي بالكم الالفا كيتو جلوتاريت ده يا شباب قلنا لسه متكلمين عليه من شوية، قلنا الالانين بيدي الامين بتاعته الالفا كيتو جلوتاريت وتحول لجلوتامين، والعكس بيحصل. فده ممكن يجي منين الالفا كيتو جلوتاريت انتري السيتريك اسيد سايكل؟ من الجلوتامين، one of the amino acids، صح؟ طيب الالفا كيتو جلوتاريت ده شكله ايه؟ قلت قايله لكم برضو من يمكن 10 دقايق ربع ساعه كده ان هو اسمه كاربوكسي اسيد، عفوا لا اله الا الله، محدش فاكر نعم كيتو اسيد. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش. كيتو اسيد يعني ايه؟ كيتو اسيد يعني اسيد وجنبها كيتونيك جروب او كربونيل جروب. طيب حد يقدر يقول لي من هنا الحين حصل ايه؟ السي اتش 2 سي او او بتاعت الاسيتايل لسه فوق البينك اهي، السي اللي وراها بتاعت الايزوسيتريت اللي هي كانت سي اتش 2 حصل لها حاجه، كانت سي اتش عليها كربون دايوكسيد بقت سي اتش 2، يبقى دي كاربوكسيليشن حصل هنا. اوكي يبقى دي كربون دايوكسيد اللي حصل لها لوس. السي اتش او اتش اتحولت لكربونيل، يبقى دي كربون اللي حصل لها اوكسيديشن، يبقى ادي الاوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن. والكربوكسيليك اسيد الاخرانيه لسه موجوده زي ما هي، وكون عندي الفا كيتو جلوتاريت. الانزيم ده اسمه ايزوسيتريت دي هيدروجينيز، مادام دي هيدروجينيز يبقى غالبا الاكسيديشن اللي بتحصل از اسوشيتد ريدكشن بتاع الكترون كارير. الالكترون كارير هنا هو ناد، ودي اول ناد يا شباب او ناد اتش عفوا بتطلع من السيتريك اسيد سايكل. في ستيب نمبر كام؟ ستيب نمبر بالنسبه لنا 3، لان 2 احنا قسمناها لاثنين 2A و 2B اللي هو dehydration و rehydration. تاني وصلنا الالفا. نعم هو مش كده في H مش موجودة؟ في H مش موجودة فين قصدك؟ بلاس بروتون يعني؟ المفروض ان في H خرجت. دايما يا رشا، دايما يا رشا لو طلع لما بيحصل reduction بيبقى طالع 2 protons او اوكسيديشن يعني واسوشيتد بيها ريدكشن. لو اللي بيحصل له ريدكشن هو الناد اتش بنبقى كاتبين المفروض بلس بروتون، لو هو فاد بيطلع ان ذا فورم اوف فاد اتش 2. بس هنا هو مش كاتب في سايز طلع اتش 1، طلعت اتش 1 بس، هو حاطط اللي على الاتش على الناد ومش كاتب البروتون الزياده اللي طالع في الميديا، مش مكتوبة هنا في السايكل. صح عندك حق، شطورة يا روح. بصوا بقى اللي وراها، تعالوا نعمل كمان سايكل اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن. يعني ايه كلمة اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن؟ يعني هشوف لي حاجة اكسدها وحاجة طاير من عليها كربون دايوكسيد. طيب الحتة بتاعت الاسيتايلكو ايه؟ لسه فوق. ايه ده يعني احنا لسه ما كسرناش الاسيتايل اللي جايه لنا اصلا من الجلايكولوسيس؟ لا ما بتتكسرش في اول ستبس، الكربونات دي ما بتطلعش في الستبس الاولانيه. امال بتطلع امتى؟ هقول لكم كمان شويه. ولكن نرجع لخطوه الاكسيداتيف ديكربوكسيليشن الثانيه عشان اطير الكربون دايوكسيد الثاني. الانزيم اللي بيعمل ده يا شباب اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز كومبلكس. كومبلكس ايه؟ برضو فيكو انزيم ايه داخل وكربون دايوكسيد طالع. طيب ايه اللي دخل وايه اللي طلع وايه اللي حصل؟
ده شوية يا شباب الكمبلكس ده شوية شبه البيروفيت دي هيدروجينيز كمبلكس شوية بس مش معقد قوي زي. فلو خدتوا بالكم هتلاقوا الكربوكسيليك دي طلعت آخر واحدة في الألفا كيتو جلوتاريت، والكربونيل دي مسك عليها اس كو اي او كو انزيم اي او عملت نسميها فايو استر بوند. اللي طالع ده اسمه ساكسينايل كو اي. ساكسينيك اسيد ده اللي هو مين؟ فاكرين لما كنا بنقول او ماي ساتش جود او ابل باي ساتش، هو ده ساتش اللي هو كاربوكسيليك سي اتش 2 سي اتش 2 كاربوكسيليك. البوند دي اول ما تشوفوها تعرفوا ان هي هاي انرجي بوند اللي هي مع كو انزيم اي. وكده انا طلعت الكربون دايوكسيد الثاني، يبقى انا كده خلصت الكربونتين اللي انا كنت عايزه اخلص منهم بتوع الكربون دايوكسيد بتوع الجلوكوز. الخطوات اللي بعد كده يا شباب هي ريجينريشن للاوكسالواسيديت، وخلوا بالكم ان هنا طلع برضو ناد اتش، فده تاني ناد اتش يطلع من السايكل. الريجينريشن بعد كده هناخد الساكسينيل كو اي ده اكسره وحوله ساكسينيت. طيب اذا كانت البوند دي هاي انرجي بوند يبقى هضيع الانرجي اللي فيها، هدي الانرجي دي انفستمنت، يا إما GDP يتحول GTP، يا إما ADP في بعض species مش الماميليين يتحول ل ATP، ولكن GTP وال ATP they are equivalent to us. ودي بنسميها إيه الخطوة دي؟ Substrate level phosphorylation اللي هي الانرجي بتاعت thioester bond عملت لها investment بإن أنا حولتها لفوسفو أنهيدرايد بوند في ال GTP. طب بصوا يا أولاد عايز أحول الساكستينيت ده، الهدف ان انا احوله لاوكسالو اسيتيت. الفرق ما بين هنا لهنا ان انا عايز احاول احط اكسجين متاكسده. بصوا بقى الحته دي حته جميله جدا وسهله ان انتوا تفتكروها، الساكسينيت والاوكسالو اسيتيت الفرق ما بينهم ان انا عايز احط كربونيل اوكسيدايزد. حد يعرف يفتي كيمياء عاديه يعني؟ ممكن اسال انا دكتور السؤال تاني، عايز احول الساكسينيت لأوكسالو أسيتيت والفرق ما بينهم في الستركتشر إن CH2 دي عايز أحولها لسي دبل بوند O، يعني كأني عايز أعمل لها إيه يا شباب؟ أحط عليها هيدروكسيل وأكسيد من الآخر CH2 CH2، عايز أدخل عليهم أكسجين مش هعرف أدخل عليهم أكسجين على طول، فهعمل الأول دبل بوند لأن ده كده مش رياكتف، فهعمل دبل بوند فهشيل هيدروجينتين، فبدل ما هشيل هيدروجينتين يبقى الانزيم هيبقى ايه؟ دي هيدروجينيز ساكسينيت دي هيدروجينيز، وهرميهم لفاد اتش 2 ودي يمكن اول مره تشوفوا فاد اتش 2 صح؟ كده تكون عندي دبل بوند. البرودكت ده يا شباب اسمه فيوماريت. حط بقى على ده ميه، اعمل ساتوريشن او هيدريشن بميه، هيروح حاطط لك هيدروجين على واحده وهيدروكسيل على واحده. الهيدريشن ستيب دي از كاتالايزد باي انزيم اسمه فيوماريز اللي هو بيحول الفيوماريت للبرودكت ده. البرودكت ده يا شباب اسمه ماليت. هذا الماليت ببساطه جدا اعمل اوكسيديشن وحول الالكهول لكيتون. الانزيم ده هيبقى اسمه ايه؟ بدل بيعمل اوكسيديشن وبيشيل هيدروجينز ماليت ديهيدروجينيز. الديهيدروجينيشن is associated with conversion of أو oxidation to oxalo acetate، والهيدروجينز والإلكترونز اللي طالعين بترموا للنادي، يبقى دي تالت خطوة بتطلع من H والأوكسالو أسيتيت تتكون and the cycle can still go on. تمام؟ يبقى الخطوات من 5 و6 و7 و8 دول regeneration of oxalo acetate ليس أكتر ولا أقل. الماليت ده أنا قلته بقى فين يا شباب؟ قلته في الأول خالص لما كنت بقول لكم الأوكسالو acetate لما بيتكون
في السيتوسول أو في الماتريكس بتاع الميتوكوندريا ما بيعرفش يخرج بره. أمال مين اللي بيعرف يعدي الممبرين بتاع الميتوكوندريا؟ الماليت. وشايفين عشان كده الماليت ديهيدروجينيز ده رايح جاي. فممكن أحاول الأوكسالو أسيتيت شوية منه أنتو ماليت، وارمي الماليت ده بره الخلية، واخد الماليت أدخله في جلايكولوسيس تاني، في جلوكونيوجينيسيس عفوا. أو لو مش عايز ماليت عشان أعمل جلوكونيوجينيسيس، يبقى أنا هحوله الأوكسالو أسيتيت وأكمل السيتريك أسيد سايكل أنسو أنسو فورت. فشايفين إزاي ربنا ظابطها؟ الماليت ديهيدروجينيز ده فيه منه سيتوبلازميك وفي منه ميتوكوندريال فيرجن او موجود في الماتريكس بتاع الميتوكوندريا. البروسيس دي كلها بتحصل في الماتريكس بتاع الميتوكوندريا. يبقى النت انرجي اوتكم من البروسيس دي كلها هي ايه يا شباب؟ 3 نت اتش، واحده فاد، واحده جي تي بي.